يكون في قرآنيات. في آية في سورة التوبة 40، في مقطع كده في الآية بيقول: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. اختلف المفسرين حوالين الآية دي إزاي؟ هنعرف من الأخ مالك. أهلا بك يا أخ مالك. أهلا بك أخت فرح. فعلا المفسرون مختلفون على معنى هذه الآية. لدينا آراء متناقضة بشأن على من نزلت السكينة وكيف تم التأييد. الشيعة يقولون برأي مشابه للسنة ولكن يفهمون بطريقة مختلفة. يقولون بأن صحيح الكلام يدور حول محمد وأبي بكر، ولكن الكلام حول أبي بكر ليس إيجابي ولكن هو ذو دلالة سلبية. انعكس الاختلاف في تفسير ودلالة الآية من خلال الشيعة والسنة، انعكس أيضا على موضوع القراءات. بنلاحظ أن لدينا ثلاثة قراءات بخصوص هذه الآية. تقول الآية فوق: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بالجنود لم تروها. فطبعا المفسرون كانوا محتارين، سكينته على من نزلت، على محمد أم على أبي بكر؟ وقالوا واحتاروا طبعا، وبالنتيجة عليه وأيده. لدينا قراءة في مصحف حفصة تقول: فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما بجنود لم تروها. يبقى على محمد وعلى أبو بكر. نعم. هكذا تكون خلصت الآية من إشكالية على من جاء السكينة وعلى من جاء التأييد. وأيضا ترد على الرأي الشيعي الذي يقول بأن وجود أبي بكر مع محمد ليس دلالة إيجابية. أي. لأنه السكينة لم تنزل على أبي بكر، فقط نزلت على محمد. الشيعة ردوا وقالوا: لا، لدينا قراءة دق. قراءة شايفة تفسير العياشي. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. يعني دي قراءة أخرى. نعم. أضافوا الشيعة هذا الفاصلة على رسوله بحيث ينهوا النقاش مع السنة. والسنة حتى يقوموا موقفهم حطوه بلغة الجمع على لسان حفصة. طبعا هذا الكلام الشيعي موجود في تفسير العياشي عند الشيعة، وحفصة موجود في مصادر القراءات المختلفة من ضمنها كتاب معجم قراءات الخطيب على سبيل المثال. دلوقتي الآية بتقول: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنوده لم تروها. الشيعة والسنة بيتخانقوا: لا، دي مش على السكينة، مش على أبو بكر. ده الشيعة. السنة: لا، على أبو بكر. فطلعوا الشيعة قالوا: لا، ده في قراءة تانية لحفصة، السنة أقصد، في قراءة تانية لحفصة. إيه بتقول القراءة التانية؟ فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما. اسكتوا بقى يا شيعة، هي دي على محمد وأبو بكر. فهموا طالعين الشيعة مش مبسوطين، إزاي الكلام ده؟ لا، إحنا هنطلع الآية بقى اللي عندنا. فقال إيه في تفسير العياشي؟ قال: لا، الآية بتقول: فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. إذن سواء الشيعة أو السنة، أنتم يا جماعة أنهي آية اللي كانت موجودة في اللوح المحفوظ؟ شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.